تمام. السيري أكتف هايت، السيري أكتف هاي 58، الـ ESR هاي 64. This episode is diagnosed as severe flare-up of Crohn's disease. What's the most appropriate next management؟ هل أورال سبرو، سايكلوسبورين، أو انترافينوس انفليكسيماب، انترفيرون، سلفاسالازين، أو سايكلوفوسفاميد؟ هو أخذ استيرويد وأخذ زيثرو، أخذ ميكوفينوليت، وأخذ سكس ميركابتو. So next step هتكون الأزا والسكس ميركابتو والحاجات دي هتنفع أصلا دلوقتي ولا الـ MMF الفلير؟ بتصير حاجة قوية، يا إما استيرويد يا إما بقى بدائل الاستيرويد. كان استيرويد البديل بتاعه كان السايكلو سبورين، بس المفروض يبقى كان سايكلو سبورين باين، بس اي في برضه، وكان بديل الانفليكسيماب اللي بعد لو سايكلو سبورين اي في مش متاح او في مشاكل يبقى الانفليكسيماب بعدين. ايوه بالظبط، هو الانفليكسيما انتروفينوس انفليكسيماب بالظبط، لازم انترافينوس سيفير. Infliximab should be considered and is licensed for corticosteroid or immunomodulator refractory disease or intolerance to above drugs. It works as monoclonal and antibody to the cytokine tumor necrosis factor TNF-alpha. The National Institute for Health and Clinical Excellence NICE recommended infliximab for severe active or active vasculating Crohn's disease until treatment failure, including surgery, or for 12 months. Whichever is the shorter, the treatment should only be continued after that if there is evidence of active disease. Adalimumab can be used as an alternative. يعني لو ما لقيتش الانفليكسيماب أو عنده كونترا اندكيشن هو كمان. بس هي التفصيل هنا بيقول ايه ريكومندد انفليكسيماب سيفير اكتيف او فيستوليتنج، واحد ايهما يعني انتل، ايوه واحده منهم انتل تريتمنت فيلير. مش عارف طيب هنا في تفصيل كده في الكلام ده، مفيش تفصيل جديد غير اللي احنا قرأناه قبل كده صح؟ لا لا هو بس كاتب ان زياده ان الانفليكسيماب في الريفراكتوري برضه، في الريفراكتوري وفي الفيستيوليتنج في الاندكشن. بالظبط، وفي الاندكشن للسيفير او فيستيوليتنج. You are working on the gastroenterology ward in your local district general hospital doing ward round. When you come to examine one of your well now in NASH cirrhosis patient, he is a 43 years old man who had been admitted to the ward 3 days ago with lower respiratory tract infection, which has responded well to antibiotic. The patient appears clinical well from the end of the bed and has no compliant. He said that his ascites has been responsible reasonable well managed over the past 4 years since diagnosis, needing only one acidic drain during the admission that lead to diagnosis. On examination, has just appeared to be clear today. His abdomen soft, non-tender, and you can elicit a small amount of ascites on examination.
يعني دخل وعمل مرة واحدة بس دريم وعنده طبعا small amount of ascites. ال HP 11، البليتلت 102، لو WBC 4.5، صوديوم لو 128، البوتاسيوم كريات اوكي تمام، البلايروبين 20، الالكالين فوسفاتيز 134، ال ALT 24، الالبومين 30. شوف السؤال. He tells you that sodium has always given him a bit of trouble. And looking back at old results, you noted that his usual sodium in clinic is consistently تقريبا 133 كان. His only medication is spironolactone 100 milligram twice daily. How should you manage this patient's hyponatremia? كانت الصوديوم بتاعه 133 من قبل. الهايبوناتريميا اللي حصل له وعملوا له ايه؟ اسيتيك بس مره واحده بس ساعه ما شخص صح؟ وبعد كده ايوه بالظبط، ودخل هو ريسبيراتوري نيمونيا، كان ريسبيراتوري انفكشن واخذ انتي بايوتيك نيمونيا. ممكن النمونيا اللي عملت له النمونيا كانت بتعمل من ضمن أسباب السيادة هي اللي نقصت له الصوديوم، يعني قصدي الموضوع ملوش علاقة بالقصة بتاعته دي، لأنه درين مرة واحدة، هي اللي درين هي اللي بتعمل الهايبو أو الديوريشن الهايبوناتريميا صح؟ أيوه بالظبط، هو عملها مرة واحدة من أربع سنين وأموره تمام وعنده سمول أماونت أوف أسيتس، يعني بيتهيألي الموضوع الليفر بتاعه والقصة دي زي ما هو بيقول ويل مانجد وامور ماشيه تمام، ولو عامله له بسبب دي كانت هتعمل اي كي اي معاها مثلا، هنا الليفر كويس سوري الكدني كويسه. هل ستوب السبيرينولاكتون اند فلويد ريستريكت او كارير سبيرينولاكتون فلويد ريستريكت 1 لتر او ريديوس أو not change in medication just monitor أو stop الاسبرينولاكتون؟ not change أي بالضبط. هنا كان بيقول الـ management hyponatremia liver cirrhosis is difficult area and consistency has not been reached in all areas of management. However, in the patients with mild hyponatremia 126 للـ 135 the recommended mild hyponatremia. The recommendations are consistent. The British Society of Gastroenterology recommended are as follow. لما تكون من 126 135 والكريات normal, continue normal diuretic regime and observe. Don't fluid restrict the patient. تمام؟ 126 135 والكريات normal. Just monitor. Okay, ما نوقفش حاجة. لما تكون من 121 125 ونورمال كريات international opinion is to continue diuretic. However, the British Society of Gastroenterology recommend more caution approach. Suggest either stopping diuretic or reducing the dose. يعني international opinion بيقول continue diuretic. حتى لو وصل 121-125. نفس الرقم 121-125 بس ريزد الكريات أكثر من 150 أو أكثر من 120 هنا stop diuretic and volume expand with human albumin 4.5 glucose glucose
لما يكون الصوديوم أقل من 121 incredible controversial. But the British Society of Gastroenterology suggests stop diuretic and volume expand. Human albumin 4.5 اوكي يعني عندك هنا رقمين 121 الى 125 مع ريزة الكريات سواء 150 او 120 وكمان لما يبقى الرقم اقل من 121 هنا ستوب في الحالتين ستوب دايوريتك وبندي الهيومن البومين 4.5 القصة كلها يعني لو وصلنا لتقريبا من 120 ل 125 وبنبص بقى على الكرياتين اللي هنا زايد هنوقف على طول وندي فوليوم اكسباند لو لقينا نور ستيبل في الكدني هنا بقى الاختلافات بقى بتاعت البريتش مع الانترناشونال الانترناشونال يقول لك كمل ودول يقولوا with more cautions conscious approach طب هنا قصدي ايه وانسر جوست ايذر ستوبينج اور ريديوسينج احنا نمشي بقى مع مين في دول اما قال البريتش سوشيتي ولا مش عارف اجل قال دي هنوقف بقى انا همشي مع البريتش طبعا هنوقف الديوريتيك اكسباند اكسباندر يعني لو قليل قوي خلاص ما فيش فيها كلام لو من 120 125 نشوف كرياتين والكريات عالية طيب هنا بيقول حاجة تانية they do however recognize that level evidence of this recommendation is 5 expert opinion and further work need to be done onto the rule volume expansion and fluid restriction in cirrhosis رأيكم عمل لها بس سكرين شوت كده بعتها لكم تمام هنا 48 سنة old women attended outpatient department with four months history of myalgia itching malaise she has no past medical history and no relevant family history apart from taking antihistamine for the itching she takes no regular medication and has 10 back year history she also drink average 5 to 10 units of alcohol per week عندها myalgia و itching و malaise بتاخد انتي هستامين on examination عندها mild jaundice و 3 spider nevi on her torso and 4 spider nevi on her face bilirubin raised 132 alkaline phosphatase raised ال ALT raised ال gamma GT raised ال albumin 34 ال asthma and ال anti-nuclear antibody positive ال surface antigen hepatitis B negative هيباتيتس بي سيرفيس انتي بودي بوزيتيف والكور نيجاتيف واتس ذا موست لايكلي دايجنوستس دي اوتو ميون هيباتيتس تايب 1 انا ايوه بالظبط اسمع بس انا كنت ببص على المفروض الكالين فوسفاتيز يكون الترانس امينيز مش تبقى اعلى منه ولا ايه؟ المفروض هو ليه حصل الكالين فوسفاتيز مرتفع مش عارف لا ما هو بيرتفع بس انا قصدي دايما مش لما قلنا لما تبقى المشكله في الكبد نلاقي الترانس امينيز هي اللي غالبه الكالين فوسفاتيز تكون اكتر
طبعا هي بتيجي في الادلت برضه دي. والتشايلد. كان بتيجي في الاثنين، سوري. تايب 1 كان بتيجي في الاثنين، تايب 2 كان بتيجي في الصغيرين، تايب 3 كانت بتيجي في الادلت. Type 1 autoimmune hepatitis is normal associated anti-SMO2. أنا type 2 autoimmune hepatitis mainly associated liver, kidney اللي هي اللكمة antibody. وtype 3 hepatitis normal has positive antibody against soluble liver antigen. There is usually a strong female predominance and the disease often mimic viral hepatitis without the positive serology. هو بيشبه للفيرال هيباتيتس بي. Type 1 Anna and Sama affect both adult with children. Type 2 اللكمه 1 affect children. و type 3 soluble liver kidney antigen affect adult middle. شكرا جدا يا دكتورة منال. عفوا. دكتورة سلمى. ايوه. يا فندم. 58 year old man with long standing Crohn's disease present with 1 year history of fatigue in the last month. He has developed weakness and muscle pain. He also reports a number of trip and falls. On examination, he is thin and pale. Heart rate normal, blood pressure normal, chest clear, heart sound normal, no added sound. Abdomen soft, has a laparotomy scar. Neurological examination revealed bilateral foot drop with reduced ankle jerk. He has a wide spread muscle wasting and calf fasciculation. He has reduced pin prick sensation to mid shin. Blood test, hemoglobin normal, platelet normal, white blood cell normal, sodium normal, potassium normal, urea creatinine normal, corrected calcium normal, HbA1c normal. ما في شيء في الانفستيجيشن. What is the diagnosis? Diabetes mellitus, motor neuron disease, beriberi, pellagra, فريدريش أتاكسيا. طيب. صح؟ بالضبط. أيوة. عشان اللي عنده كان لابروتومي وبعدين البريفرال نيوروباثي، تمام؟ يعني نقص السيامين، صح؟ بالضبط. سيامين. الثيامين البريبري، بس كان منه نوعين، الويت والدراي. الدراي كان بيأثر على الأعصاب، والويت ده بتاع بيعمل الهارت فيلير كارديو بتاع الهارت الويت. فيتامين بي 1 ديفيشنسي مي كوز بريفرال نيوروباثي. This patient is malnourished due to Crohn's disease. Chronic thiamine deficiency has led to fatigue and neurological symptom. Beriberi typically present with fatigue, nausea, abdominal pain. If left untreated, can progress to leading peripheral neuropathy, muscle pain, and congestive heart failure. Diagnosis usually made after after response to parenteral thiamine, and symptom tend to improve rapidly with the treatment. Diabetes mellitus and pellagra can cause peripheral neuropathy. However, this man has normal HbA1c. Pellagra present with confusion, rash, and diarrhea. This the sensory finding rule out motor neuron disease. Friedreich ataxia is an autosomal recessive disorder than typically present in much younger patient. Alcohol dependency. صحيح بيحصل في سن 10 15 سنة ولا حاجة. أيوة. لا في سن صغير صح.
حلو الاكسكلود اللي عمله ده، اللاجرا ما فيش ايوه دايريا ودرماتيتس والديمينيشيا دايابيتس من لسه عشان هيموجلوبين دايابيتس نورمال اتش بي 1 سي موتور نيورون معوش لوحده سنسوري بس ما في سنسوري ايوه ما في انفولفمنت سنسوري في الموتور نيورون ديزيز، عشان كده ما موتور نيورون ديزيز. بالظبط الموتور نيورون ما فيهوش سنسوري صح زي ما انت قلت صح. ايوه تمام. دي كانت اللي هي البلاغرا، كانت النياسين بي 2 صح، اللي هي دايريا لا درماتيتس ديمنشن. ياسين بي 3 اقول لك طيب بي 2، بي 2 شنو؟ بي 3 رايبوفلافين البي 2 نياسين انا حافظها رايبوفلافين. فيها سي نياسين سي ده لتر نمبر 3 بعدين فيها 3 دي الدايريا والديمنشيا والدرماتيتس بي 3 يعني بي 3 ما بي 2، بي 3 صح؟ انا حافظها بي 3 وبتعمل حاجات يعني في ناس بتزود الدست عليهم بس سيبك من الدست خلينا في الدايريا ولان الدس دي مش ساين يعني درماتايتس ودرماتايتس والديمنشيا. وديمنشيا فبدان هم ثلاثه تمام فهي البي 3 تمام واسمه نياسين في بتفكرنا برضو لان انا كنت بفكر بلخبط بين النياسين والثيامين فعلمتها ان النياسين فيه السي فهو صح، هي فعلا بتلخبط مع هي الفريق رقم واحد الحيوان. تمام تمام نياسين. بس النياسين ده ما عنده اسم تاني، بس النياسين السي ده السري بس اسمه نياسين، ما عنده اسم تاني صح؟ متهيألي كده تمام. طيب 50 year old man present to emergency department with one day history of severe epigastric pain, nausea and diarrhea. On further questioning, he admits to suffering intermittent mild epigastric pain and acid reflux for several years. A gastro and esophagogastro duodenoscopy confirm a gastric ulcer, which was not bleeding at the time. He smoked 20 cigarettes a day and drank 10 to 15 units of alcohol a week. He also suffered from hypertension. His current medication are ramipril, lansoprazole, but his wife informed me that he does not take this regularly. On examination, looks well. He extremely tender in epigastric region with normal bowel sound. The rectal examination reveal thick black stool on the gloves. Observation as follow. Heart rate normal, blood pressure normal, oxygen normal, respiratory rate زايد شوية, temperature normal. تمام. الهيموغلوبين low, البليتلت normal, white blood cell normal, neutrophil normal صح, sodium potassium urea creatinine normal. Chest X-ray, clear lung field, no free air under diaphragm. What is the best management plan? تمام. BBI and oral gastroduodenoscopy as soon as possible. 2 unit blood transfusion and oral gastroduodenoscopy as soon as possible. 2 unit blood transfusion and OGD. With 24 hour, 2 unit blood transfusion, BBI and OGD as soon as possible, 2 unit blood transfusion, ranitidine and OGD within 24 hour. The presentation بتاعته كانت epigastric pain, صح؟ نرجع للبروبلم. Upper GI bleeding. أيوة epigastric tenderness. وفي بلاك ستول كان. تمام تمام ابر جاي بليدي. ايوه طيب وهو استيبل يعني كان مسكناه هيمودايناميكلي استيبل، البلس كويس والبلد بريشر كويس صح، لكن الريسبيراتوري ريت شويه زايد. تمام وهو سموكر والكحولي. تمام في الحاله دي نعمل شنو؟ بس الان ابر الهيموجلوبين لو ابر جي اي 70 ل 80 بناء على ايوه الميلينا صح؟ بس
ايوه بناء على البلين على البلط قاعد ادور عليها فوق مش ده مش لقيتها. ايوه ما هو لو كانت فوق فيه بيبقى كتير يعني صح؟ بيبقى كتير شديد بيكون vomiting و blood ولا كده. لا لا قصدي يعني مفيش يبقى مفيش هيماتيميسيس يعني بس هي المالينا. ايوه هو من المالينا vomiting و blood هو الهيماتيميسيس. ايوه مالينا معناها upper GI. الهيموجلوبين 65 يعني المفروض ياخد بلط لحد ما نوصل ل 70 صح؟ 70 80 قلنا صح 70 80 تمام. أيوة. بس تمام بس الاو جي ما هي كلها الاوبشن كلها تعالي بلط نديها لكن نديها 24 ساعة يعني مش مستعد ولا ايه؟ تمام مو كده ولا as soon as possible تمام يعني واحدة من لا الاثنين. لا ما لازم لا لا الجي الاندوسكوبي المفروض يتعمل within 24 hour يعني المفروض انه انا البلود اكون تو بريبير البيشنت within مش 24 كارجنسي hour يعني ما يرجع بالضبط كده. ايوه يعني بس within 24 ساعة لازم. This gentleman has sign of an acute upper GI bleed likely related to his known gastric ulcer. He is hemodynamically stable and so according to NICE guideline does not require immediately endoscopy but should have one within 24 hours. Guidance is clear that PPI are not benefit prior to endoscopy. Blood transfusion should be undertaken with careful consideration of risk and benefit. This is gentleman has hemoglobin 65 gram and symptom of shortness of breath as evidenced by raised respiratory rate. So 2-unit transfusion is indicated. Sixty-year-old woman present to emergency department with abdominal distension and pain. This has been getting progressively worse over 24 hours. He has past medical history include hysterectomy 5 years ago with ovarian preservation. A CT abdomen is requested. يعني بس abdominal pain and distension. يوم واحد يعني getting progressively worse over 24 hours. عندها هيستري بتاع هيستيركتومي اوفريان بالريزرفيشن يعني موجود الاوفري صح. A CT of the abdomen is requested. This CT هي ممكن يحصل لها انتستينال اوبستراكشن عشان عملت عمليه كده اديجن فتعمل القصه دي اتهيجن ممكن اتهيجن صح ممتاز صح ممتاز اوكي تبقى ايه اللي يطلعها بقى بس من السي تي بقى اتهيجن هسه في السي تي ده اتهيجن صح مش عارف مش لاقيت حاجه والله. هي بس تشبه اللي هنا حق السياره هاي الكبوت هذاك حق السياره اللي فيه البنزين واللي فيه يعني حاجه صراحه صعبه. طيب what is the most likely diagnosis autosomal dominant polycystic kidney pseudo ميكزوما بيريتوني ميتاستاتيك رينال سيل كانسر ميك سندروم سمول باول اوبستراكشن. طبعا اكيد ان الحاجات دي كلها ما عندها علاقه لا ميتاستاسيس ولا اوتوزوم الدوميننت ولا شيء ولا ميكس ولا شيء بس هي سمول باول اوبستراكشن مع الهيستوري بتاع السيرجري. بس لو حد عنده فكره عن السي تي ممكن يشرحها يعني شايف شنو يعني في السي تي. صح كلامك مظبوط يعني الواحد عرفها من الكيس سيناريو على قصره يعني. بس لازم نتأكد لو ما فيش فلاتس كمان مدة 3 أيام نتأكد إنه بنعمل وما أدى هيستري بتاع كونستيبيشن ولا اللي احنا بنشتغل عشان نقول أبسوليوتو. لكن هي شكلها سمول مش لأنه فوق كده ولا شنو ولا ليش طيب C
في تيشو small bowel obstruction with small bowel loop proximal duodenum and jejunum. هي فعلا فوق فوق شوية تحسها عند تحت الليبر طوالي. The abrupt transition to intestinal segment of normal caliber. Present of a small amount of free fluid intracavity. قال في fluid, free fluid intracavity. This lady has, this lady, the cause was adhesion secondary to previous structum. تمام، نحاول نجيبها كده ونبص عليها. تمام. طيب ده بالنسبة للسمول باول واللارج باول. سمول باول بيكون عندنا الدياميتر حقه شوية صغير صح؟ اللارج باول الدياميتر حقه أكبر. ليش خلينا بس اللي نشوف تمام. اللي هي هنا. تمام. هي السمول باول obstruction secondary to adhesion. طيب في proximal duodenal والجوجينم. يعني دوبك بعد الاستراكشر مباشرة الديامتر صح كان بيقول ايه؟ الكاليبر الكاليبر تشينج ربط ترانزيت سيجمنت نورمال كاليبر يعني المفروض انها هي كبيرة شوية واضعة بعد الاوبستراكشن بتكبر صح؟ بتكون الهناي بتاعها بيكون كبيرة الديامتر مش عارف انا قصده ان قصده الاوبستراكشن يعني في الجيجنم والديدنم ولا ايه سمول باول لا سمول قصده الاوبستراكشن في السمول باول ديستنشن في السمول باول لكن لما يكون الاوبستراكشن في السمول باول معناها المنطقه اللي قدامها كلها هي هتتنفخ صح هتكون هي الدايمتر بتاعها هيزيد المنطقه اللي قبل الاوبستراكشن صح بالظبط الدايمتر بتاعها ايوه الديدنم والجيجنم هم اللي هيبقوا ليش؟ لأنهم هم الأول هم الأوائل الديودنم بداية والجيجن ده البداية حقت السمول انتستين صحيح فبالتالي دي الحتة اللي حتكون منفوخة شوية الديامتر بتاعها حيكون عالي الاوبستراكشن حيكون تحت هي الحتة دي اللي هي دي يعني مثلا ممكن تكون دي صراحة أنا ضعيف تبقى يعني مقارنة بال يعني لو أيوة لكن فعلا هي دي كبيرة أيوة صح دي البداية فعلا دي كبيرة صح صح أيوة دي الديامتر بتاعها كبير فعلا صح صح والبداية برضو أيوة صح صح طيب تمام خلينا بقى نعمل ريفيو للموضوع ده looking for small and large bowel obstruction is one of the key indication for performing an abdominal film small bowel maximum normal diameter 35 millimeter بالنسبة للsmall bowel بالنسبة للlarge bowel 55 النورمال دايمتر 55 السمول باول 35 لأنه نورمالي هي دي أصغر ودي أكبر تمام في السمول باول valvular conference extended all the way across في اللارج باول هسترا extend about third of the way across ما عارفة دي قصده شنو يعني الجلبول الدول اللي هناي ده قصده زي بيكون قبل صح؟ قريتها من شويه كانت بتقول انه بتاع اللارج انتستين ما بيكملش حاجه بسيطه بينما ده بياخد الكونفرنس كامل يعني تقريبا بيبان يعني كده بالخطوط دي ايوه اللي هو الريستريشن دي الخطوط الصغيره دي تاني لو تفتكري الاكس راي اللي عدت علينا اللي كانت انما اللي كان فيها الاسكاريز كان باين فيها ان هي ما بت يعني حاجات بتدخل كده ما بتكملش لليوم للاخر يعني الاستريشنز دي اوكي يبقى الاستريشن دي بتكون في اللارج باول في اللارج باول شرطيه اير اولد مان who has a job as a bursary chief is referred by GP with a pair of offensive stool with weight loss 5 kg over the last 2 months. He has a past medical history of episodic acid reflux disease for which he was recently prescribed omeprazole. He drinks several glasses of wine a day.
and has a 5-year back history. Investigation, hemoglobin low, MCV high, ziyada. Platelet normal, white blood cell, sodium, potassium, urea, creatinine, bilirubin normal, ALB ziyada shwaya, ALT normal, gamma GT high, albumin normal, vitamin B12 low, fecal elastase normal. لو برضو مش احنا قلنا 200 النورمال لو اقل من 100 مو من 100 ل 200 يبقى انسفيشنسي تحت ال 100 ديفيشنسي يعني عنده مشكله تمام وهو بيشرب معناه دي بنكرياتايتس مع الكحوليك كتير معاه برضو ايوه هو نيكست وات از ذا موست ايوه نيكست انفستيجيشن التراساوند ابدومينال التراساوند ليفر بايوبسي MRCB colonoscopy ولا ERCB بالك next investigation يعني حاجة مش advanced يعني أو invasive يعني البيوبسي عم تقطير colonoscopy يطير ما فيش غير الالتراساوند لا ينفع للسؤال ده صح تمام لكن الالتراساوند بالنسبه للبنكرياس ما شديد صح يعني الاكس راي يمكن والسي تي اوضح منه البنكرياس كلنا بنشوف السي تي هاي ريزوليوشن سي تي بس هو مش كاتب هنا ايوه داخل في صح ابدومين الالتراساوند مش كنا شفنا البنكرياس شفناه بالاكس راي يعني برضو ايوه كل اللي هنا كان ده كان كلاسيفيكيشن ايوه باين في الاكس راي لكن هو ممكن يكون عمله عشان يعمل اكسكلود لحاجه ثانيه هنا مثلا abdominal ultrasound is the most appropriate next investigation in this patient diagnosis it help rule out a mass lesion ايوه هو عايز يعمل rule out للماس لانه البيشن جاب weight loss في البروبلم especially as the patient has suffered from weight loss تمام رغم انه برضه ممكن نتوقع weight loss والبنكرياتايتس هو البنكرياتيتس اهم سببين فيه اللي هو يا اما الجول ستون يا اما الالكحول والكحول كتير والجاما جلوتامين العالي عنده بس هو هنا بقى قايل انه رول اوت ماس ليجن سبيشلي از بيشن سافر فروم ويت لوس فهو خاف منه ليكون هيد اوف بنكرياتيتس يعني قالت كان هيلب ديتكت كالسيفيكيشن given the most likely diagnosis probably chronic pancreatitis considering his alcohol history and low level of fecal elastase further investigation may be CT صح كلامه هو قايل كده برا CT or MRCP as this can image the biliary and pancreatic duct in non-invasive manner النكس قال ممكن يكون لكن هي ما اختاروا هنا طيب كورونيك بنكرياتيتس is an inflammatory condition which can ultimately affect both exocrine and endocrine function of the pancreas around 80% of cases are due to alcohol which up to 20% of cases unexplained other than alcohol causes include genetic cystic fibrosis hemochromatosis ductal obstruction, tumor stone, structural abnormality including pancreas division and annular pancreas. Feature, pain is typically worse 15 to 30 minutes following meal. Steatorrhea, symptom of pancreatic insufficiency usually develop between 5 to and 25 years after onset of pain.